أبو سلطان. يعني حتى هذه الجوائز يعني فيها ظلم تصورون؟ طبعا. أنا ما أدري يعني، أنا أعتقد أن في معايير. لا لا فيها يعني ظلم، في لا فيها ظلم. شوف مرة أنا كان ريبري ضيفي في كان هو أنيستا، قال لي إذا هلأ ما فزت فيها متى أفوز فيها؟ وما طلعوا، كان فائز يعني بكل شيء. يعني أبو كرم من باب المجاملة، في مجاملة في الموضوع ولا في محسوبيات؟ ميسي ورونالدو هن أحسن لاعبين في العالم أكيد، بس أنت عم تحكي على السنة واحدة، خلال هالسنة شو عاملوا؟ مين كان أحسن لاعب؟ مش عم أقول إنه غريزمان هو أحسن من ميسي أو رونالدو أو شيء، أنا عم بحكي فقط خلال هالسنة 2018 أنا أوقات اللاعب بمر بالدروب ما بيكون ناجح فيها. لا بس معليش، أنت تقول ميسي أحسن لاعب، وش سوى في كأس العالم؟ وش سوى المنتخب الأرجنتين في جنوب أفريقيا ولا في ألمانيا؟ أنا أقول ميسي أحسن لاعب بتاريخ كأس العالم يعني، يمكن مع ماردونا يعني. أنا مش عم أقول هالسنة ميسي مش هو أحسن. أنا أتكلم بصفة عامة يعني، يعني ميسي لعب، ميسي كان خلف انتصارات عديدة لبرشلونة، والناس أم لعب برشلونة والعالم كله برشلوني ولا ريال مدريدي، رونالدو ولا ميسي، وطاروا. لكن وش سووا المنتخباتهم؟ nothing ولا شيء. لكن شوف لاعبين كرواتيا اليوم ما حد داري عنهم. طيب. ولعبوا نهائي كأس العالم. طيب. هذه وجهة نظري المتواضعة.